أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام والصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. العربي الجديد: رواية العبادي بشأن اغتيال سليماني والمهندس تثير جدلا في العراق. على الشرق الأوسط: توتر في العراق مع اقتراب ذكرى اغتيال سليماني. على الزمان: تدهورات الرواتب مستمرة ونواب الإقليم يشكون منعهم من دخول السليمانية. على القدس العربي: الحكم بالسجن مدى الحياة على عنصر في حزب الله بتهمة قتل رفيق الحريري. على العرب اللندنية: تنازلات متبادلة بين الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية لإنجاح اتفاق الرياض. وعلى الاتحاد الإماراتي: المحكمة العليا الأمريكية ترفض دعوى قدمتها تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات. البيان الإماراتي: ترامب يعلن انطلاق أولى عمليات التلقيح ضد كورونا خلال 24 ساعة. قبل أيام تناقلت الأخبار عبر وسائل الإعلام قيام السلطات في العراق بإجراء احتفالات بمناسبة مرور 3 سنوات على انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش. إياد العناز يقول في صحيفة البصائر إن إقامة الاحتفالات في مثل هذه المناسبات لا بأس إذا كانت انتصارا حقيقيا ويحقق نصرا ناجزا وكاملا بعد أو يعيد الحياة الحقيقية لأبناء شعبنا، ولكن هل تحققت هذه الأمنيات للمواطن العراقي في استعادة حياته بعد الانتهاء من العمليات العسكرية؟ نتابع. النصر العسكري في أي معركة أو مواجهة يفترض أن يكون نصرا نهائيا واستراتيجيا وذا دلالات مادية ومعنوية تحمل بعدا وجدانيا وعاطفيا. فهل تحققت هذه الصورة الإنسانية الرائعة للمواطن العراقي؟ أم أنه ما يزال يعيش تحت وطأة ونتائج المواجهات العسكرية وعدم قيام الحكومات المتعاقبة بواجباتها الميدانية لإعادة الحياة للمدن التي كانت تحت سيطرة الإرهاب؟ نحن نقف أمام حالة من عدم الرقي والارتقاء لحقيقة المعاناة التي كبدها أبناء المحافظات المتضررة بالتخفيف عن معاناتهم والسعي للعمل على البدء بعودة الحياة، لأن المشهد الميداني لا يوحي بوصفنا هذا، وحكومة بغداد بقيت عاجزة عن تقديم العون لأهالي هذه المدن، ولم يسعفها العمل بالقليل من الجهد لإعادة الدفء والاطمئنان لأهالي هذه المحافظات. علينا أن ندرك حقيقة واضحة أن النصر في المفهوم الإنساني هو تحقيق الأمن والحرية للشعب بالمكتسبات المادية الملموسة ضمن إطار من الوعي والإدراك والفهم لمفهوم النصر الحقيقي الذي يعد حاجة معنوية شعبية وجماهيرية. فهل أنصفت الوقائع في الميدان أهالي المدن المتضررة وفق المفهوم الإنساني للنصر؟ وهل تمكنت حكومة بغداد من تحديد أفق واضح المعالم لتعزيز هذا المفهوم؟ أم تركت العديد من موجبات العمل باتجاه تحسين الحالة المعيشية والتنموية الاجتماعية لأبناء تلك المناطق؟ الكاتب يضيف أنه عندما نقيم الاحتفالات ونتغنى بالإنجازات العسكرية علينا أن نكون منصفين في وصف الحالة المأساوية والوضع الإنساني المتدهور وآفاق الاقتصاد المتدني وأزمات اجتماعية متوالية تحيط بأبناء المحافظات المتضررة. رصدت صحيفة كريستيان ساينز مونيتور الأمريكية معاناة العوائل العائدة إلى مدينة الموصل وخاصة في مناطق ساحل نينوى في ظل صعوبات إعادة إعمار منازلهم وغياب الدعم الحكومي وإشارات أيضا إضافية، إذ قالت الصحيفة إن العوائل في الموصل تكافح في ظل أزمة فيروس كورونا لإيجاد قوت يومها. الصحيفة تقول إن التخبط الإداري وتعدد الكيانات التي تشرف على عمليات إعادة الإعمار أدى إلى زيادة حدة الفوضى في المدينة وجعلت الكثير من جهود إعادة السكان غير مكتمل، مشيرة إلى أنه منذ الإطاحة بداعش في عام 2017 كانت مهمة إعادة إعمار الموصل بطيئة للغاية،
وقد نجمت التأخيرات عن عدم وجود حكم متماسك على مستوى المحافظة، فقد استبدل محافظ نينوى 3 مرات منذ التحرير. وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من تحويل الأموال المخصصة لإعادة الإعمار من البنك الدولي للحكومة العراقية، لا تزال هناك آلاف العائلات تناشد من أجل صرف دعم مادي لإعادة بناء منازلهم، بما يشير إلى حجم الفساد الكبير للغاية وسرقة أموال المساعدات، إذ قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 8,000 منزل في الموصل دمرت في غارات جوية مكثفة للقضاء على داعش. ولا تزال المدينة القديمة الواقعة على الضفة الغربية لنهر دجلة التي كانت ذات يوم جوهرة الموصل في حالة خراب حتى مع تعافي الأجزاء الجديدة من المدينة بحذر، يقول السكان إن هذا التعافي هو في الغالب من صنعهم. وتختتم الصحيفة الأمريكية بالقول إن سكان الموصل ينظروا إلى سياسات الحكومة أو ينظرون إلى سياسات الحكومة بريبة، ويشتبهون في أن المسؤولين المحليين فاسدون للغاية ولا يمكنهم مساعدتهم، كما أن غالبية أموال المساعدات تسيطر عليها الأحزاب وأنها لن تصل لأيديهم مهما بلغ حجمها. طوال عام من احتجاجات تشرين كانت الشعارات والمواقف الأبرز التي تعبر عن تحدي قوى السلطة تصدر من ساحة الحبوب في الناصرية، وظلت هي الوحيدة التي لم ترضى برفع خيام المتظاهرين. إياد العنبر يرى في موقع الحرة إن الأحداث الأخيرة في ساحة الحبوب أثبتت أن ساحات الاحتجاج لا تزال تلتهب في صدور شباب العراق، وأن محاولة تحالفات قوى السلطة قد فشلت في معركة تحدي كسر إرادة المتظاهرين في الناصرية. إن زعامات السلطة لا تفهم أو لا تريد أن تفهم إصرار شباب ساحات التظاهر، وإن العلاقة طردية بين إصرارهم وتمسكهم بمطالبهم المشروعة وبين كل محاولات إنهاء التظاهرات بالبطش والعنف، ولا تريد أن تأخذ العبرة من فشل الحكومة السابقة والقوى السياسية في مواجهة المتظاهرين بأسلحة القتل، تارة بسلاح الدولة وأخرى بسلاح جماعات قوى لا دولة، أو استخدامها خطاب التخوين أو وعود غايتها التسويف والمماطلة. ومع بداية العد التنازلي لموعد الانتخابات، يمكن تفسير الصدام الأخير بين المتظاهرين وأتباع التيار الصدري، وهو بداية الصراع المبكر على هذه الانتخابات. قد يكون السعي نحو الحصول على منصب رئيس الوزراء هو تحول نوعي في الخطاب السياسي للتيار الصدري، لكن الاستعجال في طرحه وتزامنه مع الصدام مع المتظاهرين في ساحة الحبوب، وفيما بعد دعوة مقتدى الصدر إلى ترميم البيت الشيعي، جعل التيار الصدري ينتقل من جبهة القوى التي تشكل تهديدا على منظومة السلطة إلى موقف المتماهي تماما مع منطق تفكير وسلوك القوى السياسية الشيعية التقليدية المحصور في إدامة بقائها في الحكم. السؤال الآن، هل يوجد بيت سياسي شيعي حتى يتم ترميمه؟ إن واقع الحال يؤشر إلى وجود تنافس وصراع على النفوذ بين الزعامات السياسية الشيعية. وبحسب الكاتب فإن البيت الشيعي هو عنوان فقد مضمونه وجاذبيته بعد تظاهرات تشرين، فالمواطن الشيعي لا يحتاج إلى ترميم البيت الذي يجمع الزعامات السياسية، وإنما يحتاج تشييد طرقات لا تغرق مع أبسط زخات المطر، ويريد محاسبة الفاسدين والسراق الذين أصبحوا يتحكمون بجميع مؤسسات الدولة ويهيمنون على المرافق العامة التي يفترض أن يكون وجودها لخدمة المواطن وليس لمافيا الأحزاب السياسية. ليس في المدى المنظور ما يوحي بإمكان إخراج لبنان من الوصاية الإيرانية، علما أن الأمر ليس مستحيلا. خير الله يرى في صحيفة العرب اللندنية أن صعوبة الخروج الإيراني من لبنان تزداد نظرا إلى أن إيران تسعى إلى عقد صفقة مع الشيطان الأكبر الأمريكي تشمل إعادة الحياة إلى الاتفاق النووي الذي وقعته في تموز عام 2015 مع مجموعة 5+1. نتابع. تقوم الصفقة من وجهة النظر الإيرانية على احتفاظ طهران بمواقعها في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن. ليس معروفا هل هذا ممكن في ضوء المعطيات الجديدة في المنطقة والعالم،
ما ليس معروفا أيضا هل ستتمكن إيران مجددا من دخول مساومة ناجحة مع أمريكا من منطلق القدرة على امتلاك السلاح النووي. في مقدمة المعطيات الجديدة وجود إدارة أمريكية ذات توجهات مختلفة برئاسة جو بايدن. يأتي بعد ذلك الاهتمام الأوروبي بالسلوك الإيراني خارج الحدود، وهذا يشمل لبنان في طبيعة الحال، كما يشمل اليمن والعراق وسوريا وتهديدات إيران لدول الخليج العربي. يعبر عن هذا التوجه الأوروبي الجديد الموقف الأخير لكل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وهو موقف يعتبر أن التفاوض مع إيران في شأن ملفها النووي والعودة إلى اتفاق 2015 لا يمكن إلا أن يشمل مواضيع أخرى، من بين هذه المواضيع الصواريخ والسلوك الخارجي لإيران. تبقى مشكلة كبيرة تتمثل في أن الوقت لا يعمل لمصلحة لبنان الذي يتساقط فيه كل شيء. أخطر ما في هذه المشكلة أن إيران ليست مهتمة بلبنان ومصيره، وبما إذا بقي شيء من بيروت أو من المصارف اللبنانية التي لم تستطع استخدامها كما كانت ترغب. الكاتب يرى أن لبنان يظل جزءا من المنطقة وجزءا من التحولات التي شهدتها ولا تزال تشهدها، ويظل مطروحا سؤال في غاية الخطورة: هل من قيادات لبنانية قادرة على لعب دور في المرحلة المقبلة؟ دور بحجم الأحداث الكبيرة التي تبدو المنطقة كلها مقبلة عليها، بما في ذلك لبنان الذي يمكن أن تخرج إيران منه. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأييد سيادة المغرب على الصحراء الغربية جعل واشنطن تنحاز لأول مرة في صراع دام عقوداً. وأضافت الصحيفة في مقال للكاتب ريتشارد بيريز أن هذا القرار يضع الولايات المتحدة على خلاف مع الرأي العام العالمي، ويهدد بتحول الصراع لحرب مفتوحة، ويجتذب دولاً أخرى في الإقليم، ويعيق الحرب ضد الجماعات المتمردة في منطقة الساحل. الكاتب ينقل عن سارة يركس الزميلة في برنامج الشرق الأوسط التابع لمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي قولها: إنه من المرجح أن يتسبب تصرف ترامب في احتكاك مع الجزائر، أهم حليف لحركة البوليساريو التي تحارب الانفصال الصحراء الغربية عن المغرب، ويعرض العلاقات الأمريكية مع الجزائر للخطر بشكل كبير، على الأقل حتى 20 يناير كانون الثاني، عندما يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية رئيساً لأمريكا. وأضافت يركس أن قرار ترامب يعد في الوقت الراهن مجرد بيان يمكن لبايدن أن يقول بسهولة بشأنه إن إدارته لا توافق عليه وتؤيد تسوية تتفاوض عليها الأمم المتحدة. وأوضح الكاتب أنه إذا تجددت الحرب في الصحراء الغربية يمكنها أن تجتذب تدخل دول أخرى وأن تحولها إلى صراع إقليمي، ويمكن أن يؤدي عدم الاستقرار والحرب إلى فتح أبواب للجماعات الإسلامية العنيفة العاملة في غرب أفريقيا كما حدث في العديد من البلدان الأخرى. وأشار إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا ودولا أخرى ظلت تعمل في منطقة جنوب الصحراء الكبرى الشاسعة المعروفة باسم منطقة الساحل أو على الحدود معها لمحاربة حركات التمرد تلك، وإن نشوب حرب في الصحراء الغربية لا سيما إذا نشبت بين الدول المجاورة فمن شأنها أن تعيق هذا الجهد بشكل كبير. ويختتم الكاتب بالقول إنه ليس من الواضح على الإطلاق مدى حرص جبهة البوليساريو والمغرب على استئناف القتال، أو مدى استعداد الدول الأخرى للمشاركة بحرب جديدة في المنطقة. رأت مجلة فورين أفيرز الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تستطيع بمفردها احتواء طموحات الصين في توسيع نفوذها السياسي وقوتها الاقتصادية عبر العالم. وذكرت المجلة في تقرير كتبه أود أرني وويستند أن السياسة الخارجية للصين مدفوعة اليوم بمزيج من القومية ومظالم الماضي، لكنها مشبعة بالصبر والواقعية. نتابع. الكاتب يرى أن بكين دائما ما تحاول بفضل نموها الاقتصادي الاستثنائي اختبار قدرة أي دولة أجنبية على الوقوف أمام مصالحها، كما يصوغها الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.
ويرى الكاتب أنه أمام هذا التحدي لا تملك الولايات المتحدة سوى سبيلاً استراتيجياً واحداً للوقوف أمام طموحات بكين، هو استغلال التناقضات بين الهدفين الرئيسيين للحزب الشيوعي الصيني، وهما الحفاظ على القوة الاقتصادية وتنفيذ سياسة خارجية توسعية. لذلك سيتعين على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن أن تفعل أكثر مما قامت به كل من إدارتي الرئيسين باراك أوباما وترامب لمساعدة الدول الآسيوية التي تريد مقاومة الضغط الصيني، وأن تزيد وجودها العسكري في المحيطين الهندي والهادي، وأن تضع سياسات في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا تكافئ الصين إن هي امتثلت للاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، وأن تعاقبها إن هي حادت عنها. ويؤكد الكاتب أن أحد الدروس الرئيسة المستفادة من القرن العشرين الذي لا يزال سارياً اليوم هو أن الولايات المتحدة لا تستطيع القيام بأي من هذه الخطوات دون تعاون واسع من حلفائها وأصدقائها الدوليين، ويرى أن قيام الولايات المتحدة بالتصدي للمارد الصيني بمفردها يتجاوز قدراتها أكثر مما كان عليه الحال حينما واجهت الاتحاد السوفيتي إبان الحرب الباردة. وتختتم فورين أفيرز أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تنافس الصين بفاعلية إلا من خلال إصلاحات أساسية في الداخل، لذلك تحتاج البلاد أولاً إلى حكومة قوية وقادرة وذات كفاءة تستند إلى إجماع سياسي ولو محدود بشأن نوع الدولة التي تريد أمريكا أن تكون، ودون مجهودات إعادة البناء في الداخل فإن أي محاولة للمنافسة في الخارج ستكون بلا جدوى. ذاع صيت المواطن العراقي عثمان محمود في قضاء شهر زور التابع لمحافظة السليمانية بابتكاره مواصفات جديدة للجرار الزراعي الشهير عنتر، بعدما أعاد تطويره وتجديده ليكون مناسبا للظروف البيئية القاسية للتربة. ونال عثمان براءة اختراع بهذا الإبداع من العاصمة بغداد، إضافة إلى براءة المخترعين العرب في لبنان ومصر. ويتميز الجرار الجديد الذي يحمل شعار هوز أي العشيرة بمتانة وقوة عاليين جدا، مع قدرته على قطع 50 كيلومتر في الساعة، على عكس القديم الذي لا يقطع سوى 25 كيلومتر في المدة الزمنية نفسها. ويتميز أيضا بكلفته المنخفضة التي تبلغ نصف سعر عنتر التقليدي. واستغل عثمان موهبته ليفتح معملا ضخما بعد حصوله على الموافقات لزيادة الإنتاج وتصديره إلى جميع المحافظات العراقية، والآن قطع المراحل الأخيرة لزيادة ميزة إمكانية سياقة الجرار عن بعد من خلال الهاتف المحمول من غير أي جهد من الفلاح. الآن نبقى مع الرسوم الكاريكاتيرية. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.